شو الأشياء اللي تشابهون أنتم بها النساء؟ تحسين بينهم أكو أشياء أذني موجودات صلب بينا؟ يعني هو يقولون عساس ما أدري، يعني يقولون إنه عساس إنه النساء تنق هواية، يقال عساس لو يعني يقال بس هي بالحقيقة شنو هي؟ أنا أعتقد إنه طبيعة المرأة إنه تحب كل شيء يكون سبيسيفيك، كل شيء محدد، فتلح بالتفاصيل على مود تتأكد إنه تحصل على نتيجة. إحنا دائما يعني أنت اعترف، أنتوا هسه كرجال مو عندكم هاي شغلة مال يلا يلا اي خلاص خلاص مو صح؟ اي بس النيك ما تركزون لي ما نك حتى تركزون يعني انت تقول حتى نركز حتى تركزون ويانا ايه حتى تسمعون مطالب يعني هسه الشيء المشترك بيناتكم كنساء اي انك يقال يعني لا مو يقال هذا 100% يعني يقال لا انا مو كلش نقاقة لا انا نوعا ما يعني عقلانية بشكل عام اكيد يعني اكو اشياء تنقين بها بدرجة لو هيك اي بالشغل اني انا هوايه يعني ها. اي بالشغل يعني بالاشياء اللي تخص ظهوري كلش يعني انك خلاك في يوم يعني بموقف يعني محرج او المقابل يعني مثل ما نقول حوصلته صغيره بعد ما تحمل شروق يعني كافي الله يخليك كافي لا بس مره يعني كنا بدنا نسوي ميك اب وهيك فكملنا الميك اب فكانت ويا ريهام البياتي الممثله وجه لها تحيه فقالت لي شروق تحياتنا لها قالت شروق كلش تعبتي الماكيرة كلش نقيتي هواية قلت لها صدق قالت لي والله العظيم كلش ما تنجرعين انتي يعني يقال انه انقنق هواية بهاي الامور